مدينة الرستن 29/8/2013. مرحبا يا عمو. ليه؟ عمو، شو هالدمار الصاير حواليكم؟ من شبيه 3 صوت بالشهر الأسر. شو عمو قصفوكم؟ بالهاون، فوزديكا، مدافع، دبابات، قذايف، كل هذا عم قصفوكم؟ بالطيارات، كل يوم تيجي الطيارة بتحوم. كل يوم تيجي الطيارة بتحوم؟ ايه كل يوم. انتو عم تخافوا من الطيران من القذايف شي؟ ايه. طيب عمو، شو الاحوال المعيشيه عندكم؟ الاكل، الشرب، الغذاء؟ ما في عندنا شيء خالص، المي ملوثه، غذاء ما في شيء خالص. ما في شيء خالص. طيب انتم شلون هون عايشين تحت القصف؟ طيب عمو، في عندكم انتم حدا متوظف عم يشتغل؟ ما في حدا خالص عم يشتغل؟ كله عاطلين عن العمل؟ نعم. يعطيك العافيه يا عمو. مدينة الرسان، هذا الدمار بسبب القصف المتواصل على المدينة بكافة أنواع الأسلحة صباحا ومساء وبشكل دائم. 29/8/2013، مدينة الرسان.